مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من البلاد اليوم على قناة البلاد التي تتواصل برامجها وتستمر على مدار يعني 24 ساعة اليوم كامل. إذن اليوم راحينش نتكلموا على مسائل يعني المسائل السياسية والتطورات السياسية التي تشهد فيها الجزائر. نحيلوا هذا الملف للزميل أسامة الحمون اللي راح يلاقيكم يعني في المساء في موضوع من هذا القبيل، راح يحكي على الحوار طبيعة الحال. احنا اليوم راح نحكيوا على قضية يعني أو مأساة الصحة في الجزائر، خاصة في مع وفاة امرأتين حاملتين في مستشفى سليمان عميرات بولاية المسيلة، والجدل الذي أثير بعد قرار يعني وزير الصحة أنه اتخذ قرار قال لك المرأة اللي تكون حامل وما كاش مكان في المستشفى تروح تزيد تسمى في مصحة خاصة والضمان الاجتماعي تكفل بها. وهذا القرار هذا اللي كاين اللي قراه بأنه قرار شعبوي، قرار لا يحل المشكل من جذوره. وكان هذه قضية يعني وفاة الحوامل في الجزائر يعني تكرر كثيرا، ظن قبل سنة في الجلفة كذلك، ولايات كثيرة يموت فيها الحوامل خاصة في الولايات الداخلية، حتى في العاصمة يعني شهادات متطابقة وموثوقة ومؤكدة يعني في مستشفى تاع الولادة هنا في العاصمة، زوج نساء في سرير وفي بعض الأحيان ثلث نساء في سرير. يعني ربما المشاهد يقول بلي رانا نبالغوا شوية، ولكن ليس الخبر كالمعاينة الذي يعاين بعينه. والنساء أني عارف بلي المرأة اللي راهي قاعدة في بيتها ولا اللي راهي تشوف فينا والتي جربت هذه المسألة هذه تؤكد ما نقول. هذا الامر هذا كله راح نتكلموا عليه مع الدكتور فتحي بن اشنهو، طبيب عام، وحب نقول باللي هو مهتم برك بالصحه العموميه. سي فتحي مرحبا بك. الله يعزك ونشكرك على ماشي على عرضك كشخص هكا شخصيا كطبيب، صح انت عارف، شكرك باللي انك بالحصه تاعك والقناه البلاد مهتمه فعلا بالصحه. لو سمحت نتابع. احنا طبيب، احنا نهتم بشأن المواطن الجزائري والصحة. الصحة من الاهتمامات الأولى تاع المواطن. صح طبيب، نسقسيك برك على حسب القمجة هذه، يا أفلور ولا هاواي؟ يعني راهي وحدة من الزوج، إما زقاولك في لجنة الحوار إما البحر قربوهم بليدة، يعني وحدة من الزوج. دوك نفهمك كي راك تخلط فيا نجاوب. أولا في التدخل تاعك فصلت ما بين السياسة والصحة ولا لا؟ ما يلزمش نفصلوا، لأن السياسة البوليتيك هي في الأصل في المفهوم الأصلي هما أمور المجتمع. نهتموا بأمور المجتمع. كاين أمر في المجتمع أكثر من الصحة؟ مكاش عنده أهمية. الآن نعطيك مثال مباشرة أدلة. في أمريكا القضية تاع الصحة يعيطوا لها لا سيكوريتي سانيتير، لا سيكوريتي الأمن الصحي تاع المواطن، بدايرينو ما بين الأولويات تاع الحكومة الفيدرالية. يعني قضية قريب عسكرية. علاش بصح؟ علاش؟ لأن التطور. الأمن مثلا الآن إذا ما تهتمش بالصحة وتفهموا شنو هي الصحة وبالأخص وشنو هو اللي راه يهدد في 2019 وش راه يهدد الصحة تاعك، أك عارف باللي مثلا طريف من هذا الكأس تاع الماء ندير فيه ميكروبات ونوزعوه نحطم مدينة كلها. الآن
من أهم وسائل الحرب الدولي كان الحرب البكتيريولوجي. نعم. اللي ننجم بلا سلاح بلا ما نقتل بلا والو ننجم نحطم جيش نحطم أفراد الجيش يعني الناس تاع الجيش. كاين تاني طبيب أمر آخر لاغير شيميك لاغير بكتيريولوجيك هذه ماشي غير في الأفلام راهي قوة وبعض الدول هم مسيطرين عليها. طبعا ولكن كاين حاجة واحدة أخرى طبيب هو أنه المريض أنا نسقسيك ماشي أنا اللي نقول تالي تقول راح. شكون اللي يسقام غالي المريض ولا الصحيح؟ الله أكبر الله يعطيك الصحة راك رحت قلب الموضوع ثم القلب الحبة يعني قلب الحبة هذا هو الإشكالية على قلت لك لازم مثلا أو المخرج أو يقول لي هذه تسمى راهو يحرش بيك يعني راهو يجيب بيك الوقت ولا معليش زكي فتحي وليد بليدة هذاك كيبدا يحكي لك على بليدة معناه يعرفها زنقة دخلة تشخنة وزنيقة بزنيقة معناه أنا ما نقدرش جبباري فاليزي افيك لوي دونك سما غير ويقول وأنا نقول نعم لا والله لا بها نية أنه أهمية الصحة لازم نفهمه وعلاه قلت لك الصحة رغم اللي المخرج سويس قان نعطيك دراسات حساب لما دير دولار واحد في الوقاية هذا ماشي خاص بالجزائر هذا بحوث دير دولار واحد في الوقاية راك راح تقتصد 15 دولار في الميزانية تاعك شوف الميزان دولار في الوقاية احنا هنا يا ما زلنا في النظام تاعنا في التنظيم تاعنا في التكوين الأطباء تاعنا ماشي غير الأطباء الممرضين وهذوك القبيلات لي بيريكولتريس يعني راك تشوف ما زلنا جامدين النظرة تاعنا ما زالت جامدة من ناحية الصحة الآن المنظمة الدولية الصحة اللي هي مرجع وشن هي الدولية المنظمة الدولية الصحة ما مش بيروقراطيين ماشي ناس قاعدين في بيرو هذو المختصين في كل ميادين الصحة يتلاقوا خطرة في العام ويعطيوا توصيات احنا هنا يا مثلا رانا في الجزائر ما خاضينش تطبيقيا في الميدان رغم اللي عندك نصوص قانونية ويتسرى ضج على قانون الصحة ولا دير 1000 مليار قانون الله يسهل عليك إذا ما تأثرش على الممارسة في الميدان لا براتيك سو لو تيران ولا براتيك سو لو تيران كيفاه هما الأطباء اللي تكونهم هنا نفتح قوسين ما بقاش طبيب ربكم الأعلى ما بقاش طبيب هنا يا الآن مازلنا ما جزناش اللي كاين يونيكيب تيرابوتيك فريق علاجي من الطبيب حتى الممرض حتى اللي ينظفوا أنا كنت درت تربص في الخارج في مستشفى سانتان عندنا اجتماع يومي قبل ما نتلقوا الصباح هذه فقدناها كانت موجودة لبريفينج كانت موجودة الآن ما نش عارف لبريفينج صدقني والله العظيم ومنظفة اللي نسميها احنا فام دو ميناج تحضر مع الأساتذة مع اللي ماترسيستان كلش وتعطي رأيها لا فام دو ميناج مشي مديورة بطيب قهوة ولا تجيب لك أتاي ولا غير تنظف التنظيف وهذه كنا نوسيوها هنا يا مثلا الله يرحمه نقول بيير شولي اللي كان مختص اللي قضى وبعد نتكلموا على مرض السل كان هو في مرض السل لا توبركيلوز النظافة عندها أهمية أساسية النظافة مش الأدوية دوك نفهم معي النظافة كان هو شخصيا رئيس المصلحة بروفيسور شولي كان يصبح مع المنظفات يوري لهم كيف ينظفوا نعم الآن الطبيب احنا أفهم الإشكالية مفهوم حبيت تقول بأنه احنا في الجزائر مشكلة صحة مش مشكلة أموال مش مشكلة إمكانيات مش مشكلة كفاءات هي مشكلة عقليات بمعنى عندنا سيستم دو سونتي بيروقراطيزي وتعدى على ممارسة الصحة بار كونتر اليوم الصحة عالم الصحة تطور في العالم تطور في العالم خليني برك باش لاني موافقك راك في البارك في راني في ثم روح في قلب الدلاعة كيما يقولوا الآن طبيب نزيد نروح معك لسؤال علاش مثلا تموت لنا حامل
رانا 2019 يموتوا زوج حوامل بعد نصوتي وحنا مدير صحة ونعوضوه مدير صحة انتريم يعني وفحك موش حل جواب بيروقراطي نحي موظف ودير موظف. هذه الغلطة واحدة يعطيك صحة. ولكن هل يعقل في رانا في 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 2019 وفي عالم تكنولوجيا والجزائري راه يشوف العالم بين يديه تموت لنا امرأة حامل يعني تموتش وحده يموتوا انقروا يعني بعض الاحيان يموتوا ثلاثه اربعه يتعاودوا في هذا الوضع اللي ما نسمعوش بهم. هل يعقلوا هذا في الجزائر؟ راك تهضر مع واحد كي راه يسمع هذا الكلام وراه عايش هنا الجزائر عايش هنايا ما كانش اللي يوميا راه قلبي كجزائري ومخي كطبيب ينفجر. هذا سيتان شوك وبالك تقول هذا يهضر. انا ربي عالم على الكلام اللي نقوله. علاه ماشي عاطفيا ماشي نجيبها مواطنها وهذيك الاخر لا لا الجزائر ما ديرناش بوليتيك الحاجر شوف ما ديرناش برك البوليتيك اني هنا اني ناخذ مسؤوليتي هنايا الجزائر عندها تاريخ من ناحيه الصحه نهضر كل واحد يكون يهضر في الميدان تاعو الامور كما يقول لك شاكان في سوميتي لي فاسورون بيان غاردي بالروميه في ميدان الصحه لازمنا نفتخروا في الجزائر بنظام الصحي في الجزائر في السبعينات ماشي في 2019 في سنة السبعينات ها واش درنا النظام الصحي الدفتر الصحي اللي كان بكري خوخي كما يقولوا به اللي يفهموا والان هذايا هذا عندك متابعه تاع الحمل المتابعه ها وهنا لازم لا فاز جيستاسيونال يعني الحمل كل المعطيات تاع الحمل من البدايه من اللي يكون طك احنا نصيبوه النظام الصحي يصيب الديبيستاج الوغ علاه نديروا هذه وعلاه يصير الوفيات خلينا عندنا نصوص بالقناطر عندنا توصيات من طرف الوزاره بالقناطر مرافقه الحمل ولكن في الميدان يموت علاه يموت لان ننجموا نعرفوا مسبقا بالمتابعه بالمعطيات العلميه بالمتابعه تاع الحمل الحمل حاجة طبيعية ولكن خطيرة في نفس الوقت والآن كما قلت رام عندنا وسائل احنا راني نشوف ان ندخل بعض المصالح واحد الماتيريال تقولت على نازا ولكن اسمح لي طبيبة سنة كمل لك في الحمل باه ما يصار لكش وخدا كما رام يصار والناس يتوفى عندك تصنيف الحمل اولا حاجة معطية قاعدية اساسية علميا الولاده الاولى لازمها تكون في المستشفى قدام قاعه العمليات خاطر معروف بان ممكن بصح شيخ كاين اللي نسى تقول لك لا لا انا نروح كلينيك بريفي تقول لك انا نروح نزيد عند البريفي هاي الغلطه هذا الكلينيك بريفي موجوده في المريخ ولا موجوده في ارض الجزائر يعني تخضع هذه الغلطه في بلادنا تكون بريفي ولا تكون دولة نسميه دولة عمومية مؤسسة عمومية تخضع القوانين البلاد وتطبق القوانين البلاد المراقبة هاي ليزانسبيكسيون رانا عندنا ألوف تاع ليزانسبيكتور دو لا سونتي لازم 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 يوميا ينسبيكتيو ماشي ينسبيكتيو غير الو راني جاي ننسبيكتي ندير لك الورد وخرج حوايج نقايا ولي درا لازم يوميا انسبيكتور ماشي نهار اللي تصرى هذه قريتها انا في الجزائر صارت كوارث إيه؟ عند في العيادات الخاصه صارت كوارث يا ودي كاين كاين اللي يغلقوا لهم وكاين اللي هنايا ماشي كي تصرى كارثه يقول لك وزاره الصحه راهي بعثت مفتشين يديروا تحقيق اكيد يدير تحقيق من بعد دير تحقيق اولا صارت الوفاه الله يرحمهم يوسع عليهم ربي يرحمهم يخلف على يخلف ان شاء الله لا غالب احنا المسلمين نقولوا امر الله ولكن لا الله يقول لنا الله اتقن العمل تاعك لازم مراقبه لماذا كيفاه انت ما عندكش اكسجين يا ودي راني بعث نجيب القرع وراني بعثت كذا وذا ثانيا لازم نفصلوا في هذا الامر راك تخدم في مؤسسه عموميه وفي نفس الوقت تخدم في البريفي هذه تصرى لنا
كوارث صارت هنا كوارث. يعني الانسان نظم السيرفيس تاعك يكون بريفي ولا بيبليك، يعني بريفي ولا عمومي، لازم تخضع الى مقاييس. اسمح لي برك مقاييس ومعايير لازم هنا هنا نطبقوا، لا شفقه لا رحمه، خاطر فيها الناس راهم يتوفوا. نقولوا برك طبيب القضيه الدفتر الدفتر الصحي، الصحي هذايا هذا راه مازال موجود الان، يعني في الحقيقه المراه اللي تكون حامل عندها دفتر متابعه على الحمل تاعها، عندها عندها دفتر. حبيت نسقسيك، اسمح لي اسم فصل الدم، شوف عنده الرقم تاع السيكوريتي سوسيال، شكون الزوج، شكون مخصوص فيه، تعرف شو مخصوص فيه مخصوص فيه غير لاديان تاعو، هذا ما كانش هو يفترض اننا نزيدوا له لاديان من اللي معمول به في العالم كله. حنايا من الدول الكود جينيتيك تاعو، الكود جينيتيك دوك ان شاء الله لازم يكون دوكي دوكي يجي ما فيهاش مشكل. ما هذه ثانيه لو كان تبقوا غير هذا المعلومات يا حسره قال لك العين اللي تبكي نعميها. معليش، كاين امر اخر الحاج، وهو انه اليوم هل مثلا بين سبيطار مصطفى نتكلم على العاصمه، بين القبه، بين بارني مايو مانيش عارف الا فيه سيرفيس دو، بين الحراش مثلا بلفور او الحراش، هذا الربعة ومايو عين بنيان ولا باينام مثلا، هل كاين اتصال بين هذه المستشفيات هذو وعندنا اون بلاتفورم نعرفوا وين كاين مكان فارغ وين ما كاش مكان فارغ، وين كاين سيرشارج وين ما كاش سيرشارج، هل نقدروا نعرفوا، هل كاين جهه تقدر تعرف بانه انا في العاصمه، نتكلم على العاصمه لانه انا راني في العاصمه بيان سور، وهذه على وين عايش وهذه نعموها على جميع المناطق، هل كاينه جهه تقدر تقول لنا مثلا شحال راح يكونوا عدد الولادات في الشهر الفلاني في الاسبوع الفلاني وفي اليوم الفلاني، ندير مقارنه؟ لا كاينه هذه ولا ما كاش دوك نجي ليها، دوك نجي ليها، ندير مقارنه. الان عندنا الكاميرات في المدينه، كاين مركز يلحقوه كل الصور اللي فيلم على المدينة، عندهم سيطرة على المدينة. نعم. زنقة بزنقة كما كنت تقول، زنيقة بزنيقة. نعم. سيطرة ميليو دو كورديناسيون. احنا هنايا صدقني ونعطيك عادة اللي عشتها، كنت في سبيطار تاع القبة، كنت دو غارد مع زميل أستاذ طب الداخلي، جانا من أخطر وما نتمنها لحتى واحد، هو سرطان البنكرياس. يعطي واحد الألم يا لطيف، يتكلم ربي يعافي إن شاء الله من جميع واحد ربي يعافينا، بصح هذا واقع، ويقولوا سي لو بلو دونجورو، بلو واحد لا دولور، يعني وحده لا دولور لا يصيب بها مومن، ينصاب بها مومن. الدواء غير بلا مورفين، لا مورفين هذا ما تكلمي دواء. صدقني باه نتصلوا نشوفوا لا كاين مورفين، يعني علاقه نعيطوا للسبيطار فلاني وفي السبيطار فلاني وسبيطار باه نصيبوا له باه على الاقل يموت. ما لازم تليفون ولا لومبيلونسي يروح يقلب ولا لو ميدسان. راك في الجنه كي راك تهضر هكا، انتليفوني المعمول به اللي راك تقول لي هل كاين اتصالات ما بين المستشفيات هنا في العاصمه ولا عادك برا على العاصمه. والله العظيم باه تجيبوا في التليفون، باه تقبضوا في التليفون، تعرف التليفون الفيكس مشكل كبير. الور كل يوم الحاج رانا في عالم لي تيسي. الله الله إيه سبحان الله دوك الله الله إيه اليوم اذا كان مصالح وزاره الصحه ماهيش مربوطه مع بعضها بعض ريزو ناسيونال بحيث انا نعرف سيكون ابل الانترنت. احنا نهضروا على الانترنت والشبكه انترنت وكلش، احنا لازمنا قبل ما نروحوا للانترنت نديروا الانترنت اتصال بينك وبيني، الاقل بين سيرفيس وسيرفيس، بين سيرفيس وسيرفيس. وفي التاريخ هذه الجيش الامريكي واش خمم مع الاول كيفاه يكون اتصال ما بين الوحدات تاعهم، هاو كيف خلق الانترنت والانترنت. لازم اتصال ما بين الوحدات تاع الجيش الامريكي دار انترنت. احنا مستشفى الف ما تنجمش تتصل بالمستشفى با تحب لك، والطبيب مازال يكتب في الريجستر مازال. مثلا انا نقول كاين سكرتيرات
يعني الاخر. والله العظيم عندهم اورديناتور ويلعبوا هذيك تاع الكارطه وش يقول لها ريسيت ولا مانيش عارف. والله ما نعرف ما بتحوس هكا تبدل الكارطه وتطلع كارطه. انا شفت انا كنت كي نروح الاداره نضرب طله نقول شوف يا الله وانا نخدم في ريجيست مكرفص صريع فيها كاع نكتبوا اي واحد. وهذاك الريجيست عنده اهميه قانونية ميديكو ليغال لازم هذا. احنا حصر احنا نطيشوه من يطيش من قادرين نستثمروا في مجال هذا التكنولوجيات الحديثة وتخفف علينا كثير من الأمور وتدخلنا كثير من دراهم وتكون عندي تسيير آمن تاع العلاج باش ماشي المريض كي يجيني نقول له خويا ارفض المريض تاعك وروح حوس به صح. وين حبيت بلك تلقى له بلاصه في السبيطار الفلاني بلك عرفت عليه. قلت لك كنا قبل الحصه قلت لي قانون الصحه وكلش انا ماشي ما نامنش به دير قنطار بابورات تاع ما لازمش واحد بيروقراطي يدير قانون الصحه البيروقراط لازم ينطلقوا من وحق وعلم على هالحبنا تاريخ الصحه في الجزائر السنوات الاولى تاع الاستقلال اسمح لي فيها هذه كان استعمار قبل ما نسمح لك راح نديروا فاصل اذا تكرمت ونعاودوا نوليو انا ني ضيف انت هو مول العرس الله غراد انا مول الباش برك سي فتحي. اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش مع الدكتور فتحي بن اشنهو طبيب عام يعني خليني نقول مختص في الصحه العموميه فابقوا معنا. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني مع دكتور فتحي بن اشنهو طبيب عام مهتم بالصحة العمومية ومختص على كل حال في الصحة العمومية. إذن دكتور فتحي كنا نتكلموا على يعني ما كاش تواصل بين مختلف الوحدات الصحية في الجزائر. طيب الآن أنت تعرف كما يقولوا النظام الصحي في الجزائر توزيعه الجغرافي هل تعتبره عادل أنت في الجزائر؟ يعطيك صحة والله يصدقني أنا خاطيني بروتوكول ونأيد واحد. لا الأسئلة تاعك مهنية طايحة. عدل أولا لازم نعرفه واش هو النظام الصحي الجزائر السيستم ناسيونال دو سانتي السيستم ناسيونال دو سانتي. كاينهم يقول لك يزم نبدلوه أنا نتحداهم وتنجم تجيبني نقابلهم هذا يقول لك نغيروه نجيبوا واحد آخر. أولا قبل ما نغير لو سيستيم ناسيونال دو سونتي ما راهمش الأرصفة في البلدية رئيس بلدية اللي يجي يبدل التروطوار ويواسي. القضية ماشي في تبديل التروطوار القضية ماشي تبدله. أولا لازمك تعرفوا في التصنيف تاعو التصنيف وما تخلطش ماشي كتن غلطة ماشي انت هذا اللي هو يقول نغيره ماشي ما عرفش تسير المستشفيات ماشي خسرت دراهم كبار في المستشفيات ماشي كتن ما المستشفيات راهم ماشي قايمين بالعمل تاعهم تهرد قاع النظام الصحي. اولا ما نخلطوش المستشفى مهرود براسه وحده ولكن وحدات القاعدة. هنا نعود نولي السؤال تاعك هو عادل إذا نحترم النظام الصحي إذا خدش عليه عادل في كل قطر الجزائر كاين بوليكينيك وكاين ليسون دو سانتي كاين الأطباء كاين الفربلية انتايا عليك تسهر عليه صرا ترخي يعني رقدوا عليه. ولكن طبيعي انت لما تقول لي عادل فهمني على عادل يعني يعطيت الوحدات القاعدية عادل موجودين أطباء موجودين فرملية تماك لازمنا ندرسه صح. الآن يبقى في الوحدات المختصة أنت تعرف بأنه لسياشو ولا كاين خمس تخصصات لازم تكون لازم تكون بينها جينيكو بيدياتري شيروجي ميدسين انترن وما يشعف هذا هما الأساس بيدياتري وكل شيء خمسة. أنا نأخذ من المندية أستاذ خذ من المندية الجنوب الغربي من المندية العين التمن راست ولا التين زواطين ولا وين حبيت هل كاين مستشفى جامعي؟ نعطيك الجواب ماني في أي
حالة ما شاركت وكنت عضو في هذا الوزارة، ولا واني نتكلم كطبيب محض. نعم. مانيش نتكلم، مانيش ممثل أي وزارة ولا أي مديرية صحة. نعم. ولكن معرف وخدمت ونفتخر بأن كنت تحت مراقبة المديرية تاع الصحة وتاع السكن. نعم. سي سكون ابل لي دي اس بي ديريكسيون سانتي بوبولاسيون. يا اخي الوزير الحالي اللي راه وموما ورانا نسجلو كان مدير الصحه تاع ولايه الجزائر، في 48 ولايه كان مديريه الصحه. نعم. هذه يا ثمك هو اللي برمج على حساب الاحصائيات والاحتياجات والسكن، عدد السكن، خاطش يبات خلق مستشفى جامعي. كاين معايير طبعا، شحال مساكن شحال مكذا. وهنا نجاوبك استاذ على بالك، لما نقارنوا ولايه الجلفة في عدد سكانها بولايه تيزي وزو مثلا، سي لو تريبل سي سني با لو دوبل. راني فاهمك. وقارن السكان، يعني عدد السكان. فوالا. لما نقارنوا مثلا ولايه الجلفة في المساحه بولايه تيزي وزو مثلا، سي لو دوبل كذلك، ولكن اون ماتير دانفراستركتور تيزي وزو حاجه مليحه موجوده، رغم انه بصحتهم بصحتهم طبعا، رغم انه قربها على العاصمه وي. 100 كيلومتر وي. بلا ما ننسوا انه ولايه تيزي وزو راهي واسعه، ربما ماشي واسعه بزاف افقيا ولكن عموديا اي واسعه بزاف، راهي دوله واحده اخرى عموديا. صدق هنا انا موافقك. هذا نقول لك يعني مادام قلت لي المعايير، جلفة على الاقل تستاهل اوموان اما سي اش يو ولا وسائل باه تجاوب اللي تكون تجيب اجابه للساعه. لو اش اس هوسبيتاليي سبيسياليزي فيه على الاقل خمس هذا التخصصات المعروفه، باش ما تجيش المراه من ورقله ولا من الجلفة ولا داوي في العاصمة ولا تروح داوي في مكان آخر. هذه موافقك. هذه أنت مش أنت هذا المسير لازم من ناحية العلمية الطبية مش العلمية الإدارية، العلمية الطبية لازم تكون واجد به تجاوب الواحد القاعدة يقولوا لها ظروف المكان والزمان. نعم. المكان والزمان هنايا لازمك انت لما تكون مثلا في الولادة، لازم كي تحل مكان الولادة لازم تدرسه على حسب هذا المعايير اللي قلتهم لي. واحدة. اثنين، لازم احنا نوسيوها مع الطلبة والأطباء اللي يخرجوا ويتكونوا، لازم ملزوم نديروا سيرفيس سيفيل. ولكن اسمع وخذ بعين الاعتبار هذا الأطباء في كل تخصص. طبعا. قال لك روحوا، ماشي تقول لهم شوف رفضوا وتعملها قضية سياسية، ما قالوش ما نروحوش، قالوا إذا أنا جينيكولوج لازمك أنت مسؤول عليا تهيئ لي أبسط بلاطو تكنيك بان نجم نقول. كيف تديرني أنا نيروشيروجيا، يعني من أصعب وأدق جراحة هي تاع الدماغ، تموتيني يعني في الإدارة تاع وزارة يولي اسمح لي نقولها بالدرجة، يولي فاكتور ثم أوردونونس ويبعث للعاصمة ويا جماعة كان أخطر من هذا الشيء. شفت أنا بعض الأطباء كي لحقوا للجنوب بعض المسؤولين قالوا ما جديرك تشوف رامي تقضى عودوا لي لداركم كش ما كان عيطوا لك. ها هي وراهي القضية. على قلت لك أنا قانون الصحة وكذا، هنايا لازم مثلا كي يكون كاش ولي لازم يكون واعي، يكون واعي بمعنى الكلمة باللي قضية الصحة. على كاين الوفيات هذوما، على كاين الوفيات لأن التكفل البايب التينال اللي لازم نتكفلوا به بما نحقوش المصيبة، ما كانش تكفل تاع مرأة. أنا ما تهمنيش واحدة من الجلفة ولا واحدة تيزر واطين ولا واحدة من القليعة ولا واحدة من الوهرن، عندي أنا كطبيب نطبق لما تكون مرأة حامل عندي منهجية عمل، ونتايا لازم تضمن لي
الوسائل باه نقوم بالعمل تاعي. ما خلاص هذيك نمسحوا في الاطباء. وحاجه اخرى، كي مرات تولد ماشي غير الجينيكولوج اللي يولد الاخر، لازم اللي بنجها لانستيزي رانيماسيون، لازم بزاف صوالح، لازم وسائل العقم. ما انا ما تهمنيش جلفه ولا، كاين قواعين قوانين علميه. نذكرنا جلفه على سبيل المثال، جلفه ولا تيزرواطين ولا ما وحبس حاجه اخرى. ماشي كثر انا في الجزائر مضمونين، في الجزائر في لي كلينيك بريفي ولا في المستشفيات كاين وفايه. نعطيك مثال استاذ من اشهر، فاهم اللي فاهم انا فاهم. خذ مثلا ولايه دلس، كاين ثلاث اماكن او اربعه وين ولايه بومرداس. ان شاء الله نتمنى ان دلس تصبح ولايه سيدي، باش وتسهل تاريخيا ومن ناحيه السياحه والتاريخ وكلش. تستاهل، نعم تستاهل. ولايه دلس مهمشة كثيرا، نتمنوا انها يرتقى بها. ولاية بومرداس كاين اربعة او خمس اماكن وين يمكن للمرأة ان تضع حملها فيه، ولكن كل ليلة كاين بلاصة واحدة لدير المناوبة. كيفاش يكون الحل؟ وقيل راك سمعت الحصة، خاطي عندي الشرف عندي صحة أسبوعية على كل يوم نسمع لك أستاذ. عندي صحة أسبوعية في إذاعة بومرداس ونحييهم أسبوعية، وعنا القائمين الاتصال، أنا نحب نتصل مع مواطنين صدقني وهذه ينجموا يفيريفيو في كل حصة. لما يجيني خبر، يجيني خبر مباشر ماشي مواطن ولا مواطنة، هذا الخطرة عندها مام با 15 يوم درت حصة وين جاو قبيلات. كاينة وين قبيلة وحدة دير المناوبة دو غارد، وحدة انساشفا موحدها. والله العظيم صدق. الوغ كو اسمح لي، كاين فيش تكنيك شحال لازم. اي نو انساشفا كاين واحد مينيموم ثلاثة، وكاين واحد الظروف هكذا وين يتوقف حصانها يعني، ولازم يدخل الطبيب. مي هنا هاهي هنا نقطة، لازم على قلت لك لازم نفتحوا ملف الصحة، من نفتحوه ماشي في هذا الموجة اللي راهي تاع السياسة السياسوية وكذا، لا في إطار المقاييس والمعايير. واش يحب يقول مناوبة تاع الولادة؟ واش حب يقول؟ كاين فيش تيب تكنيك، سي تكنيك. واش لازم شحال من القبيلة، شحال من اللي لانستيزيست، شحال ماشي لازم نحن مثلا لانستيزيست يروح لدارو ويخلي النومرو تليفون يقول لك كاش ما كاين عيطوا لي. ها هي المشكلة، لازمك تكون موجود جسديا. معناها حتى لو جينيكولوج لازم يكون حاضر. الجينيكولوج، لو بيدياتر، لو ريانيماتور، لا بيوريكولتريس، يعني كل هذو كانوا واجدين. ولا انا الاطفال، انا علاه قلت لك في البدايه كنت هضرت هذو اللي ماتوا الله يرحمهم كل خطره يموتوا. راك عارف كي تكون المراه فوق الطاويله لا طابل داكوشما، نعم، غير يخرج. هذه كانت كنا مسيطرين عليها، كاين فحص طبي تاع هذاك الجنين غير كيما خرج. نعم. يقولوا له لابغارد وهذو اللي في ميتي عارف. واش حاب يقول الطفل غير يخرج تشوف الحاله العامه تاعو، لا زاد زرق وين تعيط وكيفاه واشن، وكاين المتابعه تاع تاع الام كي كانت تولد الولاده، خاطش كاين معايير لازم تتبعهم. ما بينهم الماء لا بوش ديزو كي تنحل، هذيك كي تنحل لازم في اقرب وقت لان فيها خطر تاع تعفن. راك شو كاني نعطيك هذا المعطيات، لازم تكون واجد جسديا، واجد جسديا، ماشي نرفد التليفون نعيط لك الو راه واقيلا كاين مشكل. ريبتير دو لا بوش ولا والله ريبتير دو لا بوش لور وينتا فيها خطوره تاع انفيكسيون كاع، ولا المتابعه تاع الطفل كي يكون تاع الجنين كي يكون في بطن امه، كاين تبع له لي بري دو كور تاعو. هذو تقنيا هذو حنا مكونين عليه، فاهم؟ لما يصرى فارغ في هذا التطبيق تاع التسلسل تاع المعطيات، يعني تغفل عليهم تصرديقة في هذه القضية تاع المسيلة مثلا. ما عرفتها غير في الجرائد والتلفزيون، لا هي معلومات، لا هي حقيقة وواقعة ما فيها لا حيلة لا ترافيك كما يقولوا. ولكن احنا نعرفوا بأنه مدير الصحة السلطة،
هذه قرار إداري. معليش. أنا في رأيي أنت في تقديرك هل ما تشوفش باللي لازم تحقيق على الأقل شوف نحققوا لتحديد المسؤوليات شكون اللي مسؤول؟ أنا كطبيب نقول بأن من أقصى من أعلى من أعلى درجة قضية أمنية قضية أمنية تحقيق تحقيق جانبين فيه الجانب نحد المسؤولية لماذا أنا نحبب كطبيب نحب نعلب المسؤولية والخلل في التسلسل العمليات تسلسل العمليات والمسؤوليات باه نجيب تصحيح باه كيجيوني معلومات هاوين كان فراغ بهذاك الفراغ نسده نتكلم كطبيب. ثانيا لازمنا نعرفه ونبلغ للزملاء تكون إدارة تكون طبيب تكون فرملي تكون فام دو ميناج تكون مسؤول على الضوء مسؤول اكتب لي هذه يا خاتي كاين من تكون عملية حتى الضوء ينقطع هذه يزمن نحدو لهذا الشأن أن الأوان في الجزائر وين لازمك تاخذ مسؤوليتك قدام القانون مسؤولية الجنائية الجنائية نعم. قدام القانون الجنائية ولا المدنية ولا المدنية قدام القانون هذه نعم. واحدة وثانيا ما ناخذوش هذه الغلطه ما ناخذوش كبش العيد ناخذوا مسؤول يعني ما يشعر كيف تكون التحقيق حاجه اخرى حاجه اخرى انا كطبيب الجزائريين في ميدان الطب ما ينشروش في المجلات العلميه انا حبك كيدير كيدير تحقيق الجانب لازم الجامعة الجزائرية لازم الأطباء ينشروا لماذا وروا الخلل التقني الطبي محض باسرة وفيات في المجلات احنا إداريا نسمعوا باللي وزارة بعثت كيف يقولوا ليزانسبيكتور داروا تحقيق نحاو ها كيما قلت انت نحاو مدير صحة ويجي مدير صحة ولكن اليوم صرات هنا غدوة صرا لي غدوة ليك أك فهم فهمت 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 أستاذ ومريم يقول يبقى خمس دقائق باش نزيد ونتكلموا فقط الآن على وزير الصحة هذا اتخذ قرار قال لك المرة اللي تزيد تروح ما تلقاش مكان في المستشفى تروح أي مصحة تزيد ولك ناس تخلص في مكانها هذه كيفاش توصف شوف هل أنا أولا هل أسعار الزيادة المصحات الخاصة مثقفة ومحددة وكيف كيف ولا كل وحدة كيفاش هذه وحدة أنا موافقك راك بالجهة السياسوية لا لا ما سياسوية مش عليك انت واش موجود في الواقع والجهة الطبية انت يا إذا ما كانش معايير وانت مسؤول عليهم المعايير اللي لازم به يكون كيف تكون ولادة آمنة شوف غير الله اللي فوق كلش نعم. أنا ربي يقول لك أعماله وهو اللي قرر أنا نهضر في أعماله إنها اللي يكون مركز صحي ما فيش ما, 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 ما فيش موجودين المقاييس بها تكون مكان ولادة هذاك الوقت سميه تعدولة ولا سميه بريفي ولا أنا ما تهمنيش هو وطني هو وطني ما تهمنيش أنا اللي يهمني باه تقول باللي هذا المكان تاع ولادة مؤمن لأن يريبون يجاوب أو نورم للمعايير نعم. سميه بريفي ولا على قلت لك أنت راك النظرة لها ماهيش قضية دراهم يا محمد واحد كيموت شحال تقيمه كي تموت بعيد الشر اختي ولا مرتي ولا لا كازورا تغلم لي ولا مش عارف الناس يجيبوا لي ولكن اسمح لي معليش احنا نتمنوا ما نتمنوا الموت لحتى واحد فهمني لي انا فاهمك استاذ انا ما نتمنوا الموت لحتى واحد ان شاء الله داكور ولكن المواطن اللي يشوف فينا يقول لك انا المواطن دافع الضرائب مانيش مستعد نتحمل سوء تسيير المسؤولين الخزينة العمومية يعطيك الصحة هكذا يعطيك الصحة المشاهد اللي يشوف هنا يقول لك السي محمد موافقك هذا الوزير هذا ولا اللي قبله ولا اللي فاتوا ولا اللي راه جاي انا ندفع الضرائب تاعي وتنحيهم لي على سورس وانت مسؤول عن الصحة في الجزائر انا مانيش مستعد نتحمل سوء تسيير تاعك ونولي نخلص في مكان امرأة ربما زوجها يربح دراهم سوناطراك ما تحرقهمش وما يخلصش مام با
لي زامبو تاوعو ما يخلصش كذا. نقول لك كاين ناس مسؤولين نساؤهم يروحوا يولدوا في الخارج. لا لا نهضروا. انا الان كي نقول لك نفتحوا ملف الصحه يا جماعه نعلو بليس نعاودوا نراجعوا انفسنا. وحنا واحد لاين اللي يقعد في الكرسي تاع الوزير الصحه والله العظيم المسؤوليه كبيره، هو العلاقات تاعو مع المدراء تاع الصحه. انا نقول لهم ما تبعثونيش للحبس وما توسوليش تدنبوني امام الله. قلت لك لازم اعاده النظر ماشي في الـ في الـ في الـ في القوانين، ماشي في الملفات تاع الصحه، ماشي في اللجنات الاجتماع والدير هذه. راك فهمني لازم كل واحد يعرف بان امام الله وامام العبد عندك مسؤوليه جنائيه. هنا لازم من ناحية الجنائية بهنا غدوة ما ترمينيش في كاش شخنة وتقولي قم بالولادات وانت بالك الضومة كاش فيها. أكفهم كيف؟ علاه راني نأكد لك بأن لازم فتح الملف الصحة وما نخافش نقولها، لازم تكون عندنا سياسة تاع الصحة. اللي علاه كيف في الجزائر بفضل في السنوات الأولى ما كانوش كاينين دراهم، كانوا الناس يموتوا الأمهات في أثناء الولادة، المورتاليتي انفونتو جوفينيل، المورتاليتي ماترنال يعني الأمهات كانوا يموتوا. علاه أنا ذاك الناس نجحوا وقلصنا ردينا الولادة حاجة بسيطة. هذه بعض من السنوات القليلة هذه لأنه كانت كاينة إرادة سياسية. يا هاي واش أنا نحب نخرج وأنا كي نقول السياسة ما نقولش سياسوية الآن هذا نديرو وهذا الحزب وهذا الإطار. الصحة ما عندها لا حزب لا والو. مفهوم أستاذ. الصحة عندها كفاءة. سي فتحي بن أشنو طبيب عام مهتم بالصحة العمومية، النقاش معك يا طول والموضوع شائك والصحة لازم لها جلسات، يعني في البلاطوهات لازم جلسات. في البلاطوهات ماشي في لبديبان. نعم. خاطي حضرت أنا شخصيا شحال من جلسات. لا لا لبديبان كانت وقفات رحتوا نهار ولا يومين تتناقش موضوع الصحة في نهار ولا يومين. يعطيك الصحة. ما تركبش هذه. وكانوا القرارات موجودين في الكواليس. نعم. أنا نقولها خير أن شهر. ما نقدروش نسيروا الصحة بيروقراطيا. يعطيك الصحة. ما نقدروش نسيروا بيروقراطيا. إذا في الحصة نتيجة ما تسيرش بيروقراطيا ومسؤولية تاع الأطباء نساء ورجال الفرملية هما اللي عندهم مسؤولية أمام الله وأمام العبد. نتمنى أن كل واحد يدي دوره إن شاء الله. إذن شكرا دكتور فتحي بن أشنهو وشكرا للمشاهد الكريم الذي كذلك رافقنا في هذه الأمسية. برامج البلاد متواصلة في المساء إن شاء الله مع الزميل أسامة الحمون في البلاد اليوم كذلك. أما أنا فأضرب لكم موعدا آخر لاحقا. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.